طرق جديدة وحديثة لعلاج الانزلاق الغضروفي الذي يسبب ألما في الظهر والذي يعانيه السائقون والأشخاص الذين يحملون الأشياء الثقيلة بالإضافة إلى المتقدمين في العمر. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع مع عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي بأخبار الآن. يعاني الكثير من الناس من الآلام في منطقة الظهر والتي قد تنبئ باحتمالية إصابتهم بانزلاق في الغضروف، بحيث تخرج المادة الهلامية الموجودة في القرص الغضروفي المتواجد بين فقرات الظهر القطنية وتسبب الضغط على الأعصاب المقابلة لها مما يسبب الألم. وهناك أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالانزلاق الغضروفي، وهم الأشخاص المعتادون على حمل الأشياء الثقيلة منذ الصغر والسائقون بسبب وضعية جلوسهم الخاطئة لفترات طويلة، كذلك التقدم في العمر لجفاف المادة الهلامية في القرص الغضروفي، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لأن ذلك يسبب ضغطا على الأقراص الغضروفية بين فقرات العمود الفقري مما يؤدي إلى الإصابة بالانزلاق الغضروفي. وهناك بعض العلاجات الجديدة والحديثة لعلاج الانزلاق الغضروفي. دكتور، ذكرت أنه في طرق جديدة لعلاج الانزلاق الغضروفي بأقل تدخل جراحي. الحقيقة كل انزلاق غضروفي بندرسه كويس وبنشوف أي طريقة الواحد يوصل له، وبيكون مينيمال انفيزيف، يعني بدون أضرار كبيرة. فالترينز اليومين دول إن إحنا في عن طريق المنظار، بنخش عن طريق المنظار، بتبقى فتحة صغيرة حوالي سنتي، بنحاول عن طريق الفتحة ديت بتبقى المنظار بيورينا كل حاجة جوه، وعن طريق السكرين وبنشيله، بيبقى المريض بيخش يقعد ساعتين في المستشفى وبعد كده بيروح في نفس اليوم. يعني ديت بنسميها جراحة الساعتين. في طريقة تانية، طريقة الإبرة، والإبرة ديت بنخش بيها برضو عن طريق السكرين ونوصل للانزلاق الغضروفي. الحقيقة الطرق ديت بتبقى الانزلاق الغضروفي اللي هو صغير، اللي هو مش الكبير ومش لكن طبعا اذا لقيناه كميه كبيره وضغط بطريقه ان المريض بيتالم يعني بكميه كبيره، ففي الحاله ديت بنعملها تحت ميكروسكوب. ودايما في كل العمليات اللي احنا بنعملها تحت باستخدام الليزر، والليزر فايدته ان هو بيدينا كلين كات و فيري بريسايز كات، بريسايز انسيجن. نعم، بدون دقة. without any bleeding without any infection. نعم، غير نزيف او ايوه. والحاجات ديت بتخلي المريض بتقلل خالص من المضاعفات اللي هي ممكن تحصل في بعد العمليه. دكتور سمير ياقوت، اخصائي جراحه المخ والاعصاب وجراحه العمود الفقري، شكرا جزيلا لكل المعلومات اللي افدتنا بها. ويمكن للشخص اتباع بعض النصائح الوقائية التي تحميه من الإصابة بالانزلاق الغضروفي، وهي ممارسة التمارين الرياضية المقوية لعضلات الظهر والتي تساعد بشكل كبير على دعم فقرات العمود الفقري وعدم الجلوس بشكل خاطئ، والحفاظ على استقامة الظهر بشكل دائم وحمل الأثقال بشكل صحيح والتخلص من الوزن الزائد.